بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. احنا مستمرين في توضيح اسعار الاجهزه الكهربائيه يوم بيوم. الفيديو اللي فات احنا قلنا بعض اسعار الثلاجات، والفيديو فاصل عشان بس المساحه في التليفون. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه اسعار الثلاجات. احنا وقفنا عند ثلاجات فريش، هنكمل عليها النهارده ان شاء الله. والفيديو اللي بعده هقول لكم اسعار البوتاجازات، كل البوتاجازات بقى اللي في السوق اسعارها اول باول. بس قبل ما نبتدي كده، يا ريت نصلي على النبي ونوحد الله. واللي لسه ما عملش اشتراك يا جماعه، في زر تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك، اضغط لنا عليه، بس ده زر مجاني عشان بس القناه بتاعتنا تكبر وتتعرف اكتر. ناخد كده الثلاجات، بصوا الصف ده كده لحد الاخر، يعني الصف ده لحد الاخر كده ثلاجات فريش. ناخدها كده من الصغير للكبير. دي ثلاجه فريش يا جماعه، موديل 400 بي، يعني بولد او بلاك، تمام. دي السعر 369 لتر، استهلاك الشارع بتاع الكهرباء 48. بينزل منها اللي هي زي دي، اللي هي مقبض داخلي زي كده، وبينزل منها فيها بقى شاشه وبلوتوز ومقبض خارجي. هقول لكم الفرق بينهم. طب نعرف بس دي سعرها كام، اللي هي موديلها بي ار 400 بي اللي هي 369 لتر، بيتقال عليها في السوق 14 قدم. اهي يا جماعه سعرها 18260. ده ثلاجات فريش بيبقى ضمان 10 سنين. نبص عليها من جوه، انا هوريك كل حاجه وكل التفاصيل بتاعت الثلاجه، بس ما تنسوناش بقى من عمل اشتراك في القناه بعد اذنكم. الاشتراك ده زرار، يعني تحت الفيديو هتلاقي في زرار مكتوب عليه اشتراك كده بلونه ابيض كده او اسود. لو مكتوب اشتراك يبقى انت لسه ما اشتركتش، فيعني استاذنكم يعني اضغطوا عليه. بصوا يا جماعه، ده حجم الفريزر اهو، تمام. ودي فتحات التبريد اللي فوق، وفي رف ازاز اهو، وفي برضه فتحات تبريد من تحت، وفي بقى بتحكم في درجه التبريد من المينيمم لحد الماكسيمم او السمر او النورمال او الوينتر، صيف عادي شتاء، ماشي. بص على الباب بتاع الفريزر، طبعا هنا صنع التلج اهو، ده العلبه بتاعته، يا رب تكون باينه. معلش بس عشان في تلاجات ورايا مش عارف اجيب لكم التلاجه من بعيد شويه. دي الرفوف بتاعت باب الكابينه، دي الجزء بتاع البيض اهو. وهتلاقي برضو بصوا في ورقه الضمان، هتلاقي الموديل مكتوب تحت اهو، اهو بي ار 400 بي بي. ده بقى ايه؟ انتاج 2/10/2021. ده الرفوف بتاعت باب الكابينه اهي، ادي رف، ادي التاني، ادي التالت، ودي باب الكابينه او دي الكابينه نفسها. مفيش درج التبريد السريع، في بس درج الخضار تحت اهو، درج الخضار تحت. نبص عليها، نبص كده على حاجه اسمها الفريزن كابستي او القدره التجميديه. فين يا جماعه الفريزن كابستي؟ اه، بنقيس قدره الثلاجه على التبريد والتجميد من الفريزن كابستي. بتجمد لي او بتبرد لي اكل في اليوم 4 كيلو طعام في اليوم في ال 24 ساعه، ودي كل حاجه خاصه، حتى مكتوب برضو الموديل عليها فوق خالص، تمام. اهل والرفوف بتاعتها من الازاز، ادي رف، ادي التاني، ادي التالت، وده درج الخضار والفاكهه. ممكن احط حاجه هنا، وده درج الخضار والفاكهه زي ما انتم شايفين، ده الحجم بتاعه. وممكن انقل الرف بدل ما احطه هنا اطلعه فوق هنا زي ما انا عايز، في كذا ميجا عندي في الجنب. عندي برضو البكره الترموستات اللي بتحكم في درجه التبريد بتاعت الكابينه، وعندي في اضاءه بالطول، بس الثلاجه دي ما فيهاش فلتر. الفلتر ده اللي هو بينقي الطعام من الروائح، ما بيخليش الاكل يعمل ريحه. طيب في زيها، تمام، بس دي فيها ايه؟ فيها شاشه بتحكم في درجه التبريد. كان هنا بكره عباره عن بكره، لا هنا بتحكم في درجه التبريد عن طريق الشاشه. وفي حاجه اسمها السوبر فريز او التجميد السريع، في الارم ضد الاطفال، وفي هوليدي وضع الاجازات، وفي السوبر كول او تشغيل المروحه. وهنا البلوتوز. البلوتوز ده يا جماعه فكرته ايه؟ ثلاجات فريش اللي بيكون فيها بلوتوز بيبقى فيه كده زي سماعه صغيره فوق اهي، السماعه دي بربطها بالتليفون عن طريق البلوتوز. يعني بربط التليفون بتاعي المحمول بالتلاجة او بالصب اللي موجود فوق او السماعة اللي موجودة فوق عن طريق البلوتوز، بيبقى اسمها تقريبا فريش. يعني لما تفتح البلوتوز على التليفون هتلاقي مثلا ظهر لك في الشبكة المتاحة فريش، ماشي. دي بقى اللي فيها شاشة وبلوتوز ومقبض خارجي، دي عاملة 21295. نفس الحجم اللي قبلها بالظبط اهي، 369 لتر. الموديل بتاعها ام 400 واي، استهلاك الشارع بتاع الكهرباء 48 كيلو. بصوا دي مقبض خارجي، اللي قبلها كان مقبض داخلي. هنا بقى في ايه زياده عن الفريزر اللي قبليها؟ فيها درج اللي هو الايس ميكر، جزء على بعضه اهو، ونفس الفريزر بالظبط في كل حاجه، نفس الفريزر بالظبط اهو. بس هنا مفيش الترموستات بتاع الفريزر، لان دي ديجيتال، فيها شاشه من بره بتحكم في درجه التبريد. وبصوا في زرار صغير اهو، بشغل السماعه وبفصلها، ماشي.
بص كده على باب الكابينه، هو اللي قبليه بالظبط بالظبط في كل حاجه. هنا بقى في زياده في الكابينه عن التلاجه اللي قبلها. ايه؟ في درج اللي هو بتاع التبريد السريع، اللي قبليه كان فيه رف، ما كانش فيه الدرج التبريد السريع اللي بيتقفل ده، كان اللي قبليه فيها رف على طول. يعني اللي قبلها كان فيه رف هنا ورف تاني وتالت، هنا بقى شال الرف اللي فوق وحط لي درج التبريد السريع، وهنا بقى حط لي ايه؟ في اضاءه اهي بالطول نفس الكلام، وهنا برضو الفريزنج كابستي 4 كيلو طعام في اليوم. هنا بقى برضو في فلتر، في فلتر، الفلتر ده اللي بينقي الروائح. يبقى الفرق بين الاثنين دول، مع ان الاثنين نفس الحجم، دي 369 لتر ودي 369 لتر. اول فرق يا جماعه في الفريزر هيبقى عندي درج الايس ميكر. انا بقول الفرق بين تلاجتين فريش اللي هي 369 لتر اللي بيتقال عليها في السوق 14 قلم، بين الفرق بين اللي هي من غير شاشه ومن غير بلوتوز واللي بشاشه وبلوتوز ومقبض خارجي. اول فرق اللي هو الدرج بتاع الايس ميكر على بعضه، تاني فرق درج التبريد السريع، تالت فرق اللي هو الفلتر اللي هو فلتر فريش بلازما ايونايزر اللي بينقي الروائح، بينقي الطعام من الروائح. بس الاثنين نفس القدره التجميديه ونفس الاداء بالظبط. كده عرفنا الفرق، وعرفت هتلاقيه برده في على الضمان، شاليه الضمان هتلاقي الموديل اهو يا جماعه ام 400 واي كيو بي. احنا قلنا سعرها اللي هي بشاشه وبلوتوث سعرها 21295، 21295. يعني الاثنين دول زي بعض. نعيد تاني عشان الناس تفهم وهنكمل، معلش يا جماعه عشان انا بحب افهم الناس بالتفصيل. بس ما تنسوناش بقى من عمل اشتراك في القناه، وده حلو. الاثنين دول واحد 369 لتر، بس دي فيها شاشه بتحكم في درجه التبريد عن طريق الشاشه، لكن هنا بتحكم في درجه التبريد عن طريق اللي هو البكره او الترموستات. هنا فيها بلوتوز، قلنا فكره البلوتوز دي بيبقى فيه فوق كده الثلاجه بيكون فيه زي صب او سماعه صغيره بشغلها وبربط التليفون بالثلاجه عن طريق البلوتوز. تمام، ممكن بقى ايه اشغل قران، استقبل مكالمات ما دام في سماعه عندي، مفيش مشكله بتطلع صوت. طيب الفرق اللي فيها شاشه وبلوتوز، بيبقى في الفريزر في درج درج الايس ميكر او صانع التلج جزء على بعضه مش منفرد، مش قطعه صغيره منفرده. تاني فرق ان في الكابينه تحت دي اللي فيها شاشه وبلوتوز بيكون فيها درج التبريد السريع وبيكون فيها فلتر بينقي الروائح من بينقي الاكل من الروائح. بس الاثنين نفس الكفاءه التدريبيه، الكفاءه الاثنين نفس الكفاءة التبريدية 4 كيلو طعام في اليوم. طيب نكمل كده، كده احنا خلصنا مقاس ال 14 قلم في الفريش. نخش على المقاس الأكبر شوية اللي هي 397 لتر. عندي 397 لتر كذا موديل، في الموديل اللي هو بدون إزاز يعني مش باب إزاز، وفي الإزاز أسود فيها بلوتوز وشاشة، وفيها نفس الكلام برضو بشاشة وبلوتوز بس إزاز أسود في مبيتي، وفي بقى من إزاز بس من غير بلوتوز ومن غير شاشة، وفي إزاز برضو بس أحمر وبدون بلوتوز وبدون شاشة، وفي المقاس الكبير اللي هو 471 لتر اللي هي بشاشة بس بدون بلوتوز وإزاز نبيتي في احمر. طب ناخدها كده عشان ما انتهش، ناخدها واحده واحده. اول حاجه نخش على اي ثلاجه نبص على بطاقه الكفاءه بتاعتها نتعرف عليها الاول. طب لو ما لقيتش بطاقه الكفاءه، هتلاقي كده في الضمان جوه التلاجة مكتوب الموديل اهو، الموديل اهو بي 470 كي بي. اي موديل 470 بيبقى 397 لتر في الفريش اهو، كي بي اللي هو برضو اسود، دي من غير ازاز يا جماعه، دي صاج لون اسود كده مشبح بالعرض في ابيض، ودي بيكون المقبض بتاعها مقبض خارجي من الاستانلس. نبص كده برضو على الموديل اهو، كل تلاجات فريش اللي موجوده عندي دي نو فروست، ما بتعملش تلج. دي موديلها بي 470 كي بي، الساعه 397 لتر، استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 45 كيلو، طبعا استهلاك عالي شويه. دي سعرها يا جماعه 20920، 20920 اهي ده سعرها. دي بيكون برضه ضمان 10 سنين، كل تلاجات فريش ضمان 10 سنين. طب نبص عليها كده من جوه، الفريزر زي نفس حجم الفريزر بتاع تلاجات الفريش ال 14، نفس كل حاجه. اهي برضه الايس ميكر بتاعي، فتحات التبريد اهي، ترموستات عشان دي مش ما فيهاش شاشه ديجيتال اهي واضحه. طيب نخش على الكابينه، ادي رفوف الكابينه، ادي رف، ادي التاني، ادي التالت. انا هحاول بس النور يخش عشان تشوفه بس كويس. هنا مفيش درج التبريد السريع لان دي ما فيهاش شاشه ديجيتال، وبس هنا بقى فيها ايه؟ فيها الفلتر اللي بينقي الروائح اهو ورا الرف، شايفينه؟ اه الفلتر اللي بينقي الروائح. ايوه هنا مفيش درج التبريد السريع بس في ادي رف مكانه، رف من الازاز، ادي التاني، ادي التالت، وفي درج الخضار والفاكهه. الفريزنج كابستي بتاعت التلاجه دي في اليوم 3 كيلو طعام و8 من 10، 3 كيلو طعام و8 من 10، يا بتكون واضحه. معلش التليفون على قده. وغاز التبريد بتاعها ار 134 اي.
ودي البكره اللي بتحكم فيه درجه التبريد بتاعت الكابينه بتاعتي، وفيها اضاءه برضو ليد اهي بالطول كده. شفنا الكابينه وشفنا درج الخضار، شفناها هي يا جماعه اخر نظره عشان نخش على اللي بعديها عشان وقت الفيديو اهي. تمام. طيب نخش بقى على اللي بعديها. دي يا جماعه بتكون ايه؟ بتكون ازاز اسود اهي، ازاز اسود زي ما انتم شايفين، ازاز اسود وفيها شاشه ديجيتال وفيها بلوتوث. قلنا تلاجات فريش دي بيكون فيها شاشه ديجيتال، بيكون فيها درج التبريد السريع اهو، ده درج التبريد السريع. طب دي سعرها، نبص كده على الموديل اهو، ام ار اهي، موديل ام ار 470 واي اي جي كيو. دي بتبقى، نبص على الكفاءه اللي تحت دي يا جماعه، بتبقى 376 على، لا دي المفروض 397، في غلطه بس مطبعيه لان الموديل بتاعها 470 اهو، واحنا قلنا كل الموديل اللي هو 470 في ثلاجات فريش بيبقى 397 لتر. استهلاك الكهرباء بتاع، استهلاك الكهرباء بتاع الثلاجه دي بتكون انفرتر يا جماعه 25 كيلو بس، 25 كيلو. اللي قبلها اللي احنا شفناها كانت 45 ونفس الحجم، لا دي انفرتر موفره في الكهرباء، فعشان كده هتلاقي سعرها اعلى شويه من نفس المواصفات في موديلات ثانيه. تمام. دي شاشه هي بتحكم في درجه التبريد، عندي بلوتوث اهو، هتلاقي السماعه فوق اهي موجوده، والزرار بتاع تشغيلها الاون والاوف. دي سعرها كام؟ 25505. طب ليه سعرها عالي قوي؟ لان دي موفره في الكهرباء، يعتبر الموتور بتاعها موفر شويه في الكهرباء. نبص كده على الفريزر، لقينا درج اللي هو الايس ميكر لان الشاشه دي ديجيتال، وهتلاقي برده درج التبريد السريع في الكابينه تحت اهي، بصوا عليها، ده درج التبريد السريع. ادي في رف اهو من الازاز، ادي التاني درج الخضار والفاكهه. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا عن ثلاجات فريش، هقول لكم في الاخر عشان هقول لكم بصراحه بكل صدق، بس يعني خلص الاول. ودي فيها فلتر اهي، فلتر بنقي الروائح وفي فتحات التبريد. ودي الفريزنج كابست بتاعتي اهي، 4 كيلو طعام في اليوم او ال 24 ساعه. خلصناها. هقول لكم معلومه مهمه عن ثلاجات فريش محدش هيقولها لكم، وما اعتقدش حد هيقولها يعني لو هو صادق معاكم. يبقى احنا كده اخدنا المقاس اللي هو موديل 470، اخدنا اللي هو من غير ازاز، واخدنا اللي هو الازاز اسود وفي كده زي شريط في النص كده لون سيلفر، دي ديجيتال وبلوتوث 25505. نخش زي اللي قبليها بس بتبقى ازاز نبيتي مشبح بالعرض كده، في حته نبيتي اهي، يعني اسود الحته اللي في النص مشبحه نبيتي. فيها شاشه بتحكم في درجه التبريد بتاع الفريزر او الكابينه، وفيها البلوتوث بتاعي اللي هو السماعه اللي موجوده فوق. طيب دي سعرها، موديلها هو يا جماعه ام ار 470 واي جي كيو دي ار. دي بتبقى اسمها ثلاجه فريش ازاز احمر في نبيتي سمارت اسود، عامله 24315. طب نبص على بطاقه الكفاءه كده، اهي بطاقه الكفاءه، والموديل بتاعها ام 470 واي جي 397 لتر. استهلاك الشاشه بتاع الكهرباء 45. دي تفرق عن اللي قبليها ان دي مش موفره زي اللي قبليها. طب نفتح بقى الثلاجه كده من جوه. بص ثلاجات فريش في المقاسات اللي هي 14 و16 او موديلات 400 وموديلات 470 بيبقى الفريزر حجم واحد. تمام. عندي اهو درج الايس ميكر، فتحات التبريد، وهنا مش هتلاقي بقى البكره بتاعت الترموستات لان دي فيها شاشه ديجيتال بتحكم في درجه التبريد بتاعت الفريزر او الكابينه. نبص كده على باب الكابينه اهي، تلات رفوف وفي درج التبريد السريع اهو، وفي رف، وادي التاني، ودرج الخضار والفاكهه، وفيها طبعا الفلتر اللي هو بينقي الروائح وفي اضاءه. تمام. نبص كده على الفريزنج كابست بتاعت، الفريزنج كابست 4 كيلو طعام في اليوم، 4 كيلو طعام في اليوم. باينه يا جماعه؟ متنساش بقى من عمل اشتراك في القناه ولايك وكومنت حلو ودعوه حلوه. كده عرفنا سعرها. طيب نخش على موديل تاني في ثلاجات فريش. ده بقى يا جماعه بيكون ازاز اسود من بره اهو، ازاز اسود من بره، بس يفرق عن اللي قبليه ان ده ما فيهوش شاشه ديجيتال وما فيهوش بلوتوث، يعني بتحكم في التبريد عن طريق ترموستات جوه الفريزر او جوه الكابينه، وما فيهوش بلوتوث، عشان كده مش هتلاقي فيه سماعه فوق، ما فيش سماعه فوق. طيب ده عامل كام او موديله كام؟ ده بيكون الموديل بتاعه بي ار 470 كي جي مود، ثلاجه فريش ازاز اسود مودينا، عامله 21850. طب نبص على طاقه الكفاءه، ننزل كده
متنسوش بقى يا جماعة من عمل الاشتراك في القناة ودعوة حلو. ده الموديل بتاعها بي ار 470 كي جي ام او دي 397 لتر. طبعا ده نو فروست. استهلاك الشاشة بتاع الكهرباء 45 كيلو. نبص على التلاجة من جوه ونشوف فيها ايه. طبعا الفريزر اهو، تلاجة فريش، يعتبر الفريزرات كلها في نفس الحجم اللي هو 14 وال 16 او 369 او 397. الفريزر حجم واحد. ده الايس ميكر او الدرج بتاع صنع التلج. ده الفريزر بتاعي، والفريزر ما فيهوش اضاءه. الفريزر ما فيهوش اضاءه. ما دام التلاجة ما فيهاش ديجيتال يبقى ما فيهاش درج التبريد السريع، هيتحط مكانه رف. ودي البكرة اللي بتحكم فيه درجة التبريد بتاعة الكابينة من نورمال ومينيمم وماكسيمم. ادي رف، ادي التاني من الازاز، ادي التالت، وفي درج الخضار والفاكهة. نبص كده على الفريزنج كاباستي، 3 كيلو طعام و8 من 10. اهي 3 كيلو طعام و8 من 10. ودي الرفوف بتاعة باب الكابينة. تمام، شفت حجم التلاجة من كده بقى، المكان واسع ورايا، ممكن اوريها لكم من بعيد. دي حجم التلاجة اللي هي 397 لتر من فريش. اللي جنبها بقى زيها بالظبط بس لون اللي هو احمر او نبيتي، في مربعات كده، بس دي ما فيهاش شاشة ديجيتال وما فيهاش بلوتوث. تمام، نقفل دي خلاص، خلصناها، عرفتوا سعرها. هتلاقي برده الموديل مكتوب عليها اهو، هتلاقي الموديل مكتوب عليها اهو على الضمان. نقفلها عشان نشوف سعرها اخر مرة. 21850. طب الازازة النبيتي دي عاملة كام؟ الازازة النبيتي اهي يا جماعة عاملة 21850، وده الموديل بتاعها بي ار 470 كي جي ار. ار دي يعني اختصار لكلمة ريد. نبص كده بتاعت الكفاءة. طبعا تلاجة نو فروست 397 لتر. اي موديل بيبقى 470 بيبقى 397 لتر في تلاجة فريش. دي بتبقى 45 كيلو استهلاك الشحن بتاع الكهرباء. دي ما فيهاش شاشة وما فيهاش بلوتوث. ماشي، ما دام ما فيهاش شاشه ما فيهاش درج التبريد السريع، حط لك مكانه رف. الفريزر برضو واحد في الاحجام 14 و16 او في احجام 369 لتر وحجم 397 لتر. عندي فيه درج الايس ميكر اهو، ده الايس ميكر، ده حجم الفريزر في رف اهو. فتحات التبريد، ثيرموستات، دي حجم الكابينه ورفوف الكابينه اهي. حجم الكابينه في رف، ادي التاني، ادي التالت، وفي درج الخضار والفاكهه. فيها الفلتر بتاعي اهو، وفي الاضاءه. الفريزنج كابستي 4 كيلو طعام في اليوم، 4 كيلو طعام في اليوم، القدره التبريديه والتجميليه للثلاجه، والترموستات بتاعي. طيب كده خلصنا مقاسات الفريش اللي هي موديل 470 اللي هي بتبقى 397 لتر، وشفنا اسعارها كلها. هنخش بقى على اكبر مقاس في ثلاجات فريش اللي هي 471 لتر. 471 لتر اللي هي اخر واحده دي. دي بتكون ازاز اسود فينبيتي، اسود فينبيتي، وتقسيمتها حلوه. ماشي، دي بيتقال عليها في السوق، في ناس بتقول عليها 18 وفي ناس بتقول عليها 20، بس دي تبقى 400. خلينا باللتر احسن عشان ما نحصلش جلالات وحوارات كتير. دي 471 لتر. في ناس بتقسمها على 24 وفي ناس بتقسمها على 28.3. ماشي، انت لما تروح تشتري يا عم افتح الثلاجه، شفت حجمها مناسب ليك، تمام، عجبك الحجم والتقسيمه بتاعتها، توكل على الله واشتريها. تمام، وبكتبها في القايمه مثلا، اكتبها باللتر، مش تكتبها بالقلم. ده السعر بتاعها اهي يا جماعه، 31415. وهي فيها شاشه بس ما فيهاش بلوتوث، شاشه بتحكم في درجه التبريد. طب نفتحها كده من جوه. هنا الفريزر بقى فيه اضاءه، بص هنا الفريزر فيه اضاءه، وانا عامل لك لوجو للمروحه اللي اسمها مالتي اير فلو. وهنا في درج بتاع الايس ميكر، ممكن تشيله خالص وتوسع، وانا عامل لك ميجرا زياده عشان لو عايز تشيل رف انها ترفعه لفوق، او تشيله خالص بره خالص. ودي فتحات التبريد. ماشي، نبص كده بقى هنا على الكابينه، نرجع كده من ورا من بعيد عشان تبقى واضحه. طبعا المقبض بتاعي بيكون مقبض داخلي كده، بس انا مش حابه قوي، يعني صغير، امسكه ازاي يعني. هنا بقى درج التجميل السريع. ادي في رف ازاز، وفي الجزء اللي هو الاستانلس ده بيتحط عليه ازاز الميه، ازاز الميه او اي حاجه يعني. في اضاءه بالطول اهي اللي انت شايفينها في الخلفيه دي. عندي فيه الفلتر بتاعي، فلتر بلازما بلس اهو، اللي بينقي الروائح من الاكل. الرف ممكن اشيله من هنا احطه فوق، مش عارف ايه ده، ده ايه ده، سيليكون. ده درج
الخضار والفاكهة، درج الخضار والفاكهة، مش عارف هي لسه التلاجة معروضة طبعا، حجمه كويس وفي انسيابية في الدخول والخروج، وممكن اشيل خالص البتاع اللي ده واحطه مثلا فوق الرف ده زي ما انا عايز ماشي. وفي ناس بتقول اللي هما بيشتروه عادي، ممكن تشتريه من اي محل بتاع قطع غيار. دي الفريزنج كاباسيتي بتاعتي 3 كيلو طعام و7 من 10، 3 كيلو طعام و7 من 10 في ال 24 ساعة. ده بيبقى البيانات بتاعت التلاجة اهي، غاز التبريد بتاعي بيبقى ار 600 ايه. تعال نبص على بطاقة الكفاءة، بصوا هتلاقي برضو الموديل مكتوب اهو، الموديل مكتوب اهو ام ار 580 واي جي دي ار. وهي التلاجة دي يعني انا شايفها هي الوحيدة اللي في التلاجات فريش عموما خامتها انضف من المقاسات اللي اصغر منها شوية. هما ممكن يكونوا طوروا من نفسهم، بس هقول لكم على حاجة في الاخر عشان محدش يزعل مني عن تلاجات فريش. يعني انا بحب اتكلم معاكم بصراحة كده. نبص على بطاقة الكفاءة دي يا جماعة، اهي نو فروست 471 لتر، الموديل بتاعها ام ار 580 واي جي دي ار تمام. دي استهلاك الشركة بتاع الكهرباء 44 كيلو والموديل، ودي نو فروست. احنا قلنا سعرها، دي خلي بالكو ازاز اسود فنبيتي، ازاز اسود فنبيتي، سعرها 31415. طيب انت عايز تقول لنا ايه من اول الفيديو عن تلاجات فريش؟ بص يا جماعه، تلاجات فريش مش وحشه، حلوه، بس انا شايفها كخامه من جوه، او الخامه او البادي بتاعها يعني المفروض يتحسن اكتر من كده. بمعنى ايه يعني انت تقصد بكلامك؟ بمعنى مثلا لو انت خدت تلاجه من تلاجات فريش اللي هي المقاسات الصغيره، يعني مثلا 16 او 14، لو فتحت التلاجه كده هتلاقي الماده اللي هي البيضه اللي جوه دي، المسها كده بايديك. انا عايز ما تيجي تشتري حاجه تشوف الحاجه وتشتري كجوده، يعني ما تيجي تشتري اي اجهزه كهربائيه اشتري الخام الاول قبل الاسم وقبل اي حاجه. ان شاء الله الاسم يكون لسه نازل جديد في السوق محدش يعرف عنه حاجه، بس خامته حلوه اشتريه. بعد كده اللي هيتعرف الشركات يا جماعه لما بتيجي تنزل السوق، اول ما بتنزل بتحب تعمل احسن ما لديها. اول ما تعرف وتشتري وتبيع وتحقق نسبه مبيعات من السوق، بتبدا بقى ايه يعني تقلل بقى في الـ في الـ في الخامه بتاعتها، وحتى ما بتقللش السعر، لا بترفع السعر. فانا وجهه نظري في ثلاجات فريش، الماده البيضاء دي تحس ان هي مدي على لون ازرق، مش ابيض ابيض، مش خامه نظيفه حتى الملمس بتاعها. لو جينا مثلا ثلاجه مثلا بالصدفه هي زي الوايت بوينت، بصوا على الماده البيضاء دي لون ابيض ابيض ناصع، بص هنا مديك على ازرق شويه. انت طبعا مش هشوفها في الفيديو في الكاميرا، انا عايزك تشوفها لما تنزل المعرض عشان تصدق كلامي لو انت بتشكك. يعني الماده والتقفيل، حتى بص الملمس تحس بالجوده كده شويه عن الفريش حاسس ان هي خامتها رديئه شويه. واللي بتعمل زيها برضو دلوقتي كريازي، بس هم تلاجات هتعيش، يعني هنا 10 سنين وهنا 10 سنين، تلاجات هتعيش معاك العمر ان شاء الله وتزيد كمان يعني. بس انا شايف كخامه لا مش احسن حاجه، ومفروض ما دام بقى خامتك مش احسن حاجه سعرك يبقى مهاود. يعني تلاجات فريش دلوقتي سعرها غالي تمام يا جماعه. كده احنا قلنا اسعار يا جماعه، بعد اذنكم الرقم اللي انا حاطه محدش اتصل عليا بالله عليك، واتس بس انا كده عشان محدش وقف الفيديو وانا بصور، اللي بيتصل بوقف الفيديو وانا بصور. كده احنا قلنا اسعار تلاجات فريش، احنا قلنا اسعار بقى الوايت ويل. الوايت ويل دلوقتي هي التلاجات اللي موجوده في السوق هتلاقيها في المعارض عامه دلوقتي، هتلاقي الفريش وهتلاقي الوايت ويل وممكن السامسونج والال جي تمام. دي الوايت ويل 430 لتر اللي هي الاسود ب 25000، قلت لكم سعرها في الفيديو اللي فات تمام. وفي اللي زيها وايت ويل برضو 430 لتر نفس الحجم بس فيها ووتر ديسبنسر، بكام؟ ب 24745. طيب تلاجات توشيبا بالمره، والله يا جماعه تلاجات توشيبا اللي موجوده حاليا المقاس، تلاجة توشيبا العربي يعني اللي موجود المقاس ده اللي هو 304 لتر اللي هو موديله 33، وفي المقاس الاصغر بس مش معروض اللي هو 296 لتر اللي هو موديله 31. طب اللي هي الموديلها اللي هي 304 لتر اللي هي موديل 33 دي عامله كام؟ طب نبص عليها قبل ما اقول لكم سعرها، نبص عليها كده من جوه. دي هتبقى حلوه لما تجيب لها قاعده برضه هتحس بحجمها شويه. دي عامله 16 ونص. طب والاصغر منها اللي هي 296 اللي هي مش معروضه هتبقى عامله 14850. وهعمل لكم فيديو ان شاء الله بقى الجاي، هعمل لكم اسعار البوتاجازات. بس ما تنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك، هتلاقي في زرار تحت الفيديو كده مكتوب عليه اشتراك، اضغطوا عليه ده مجانا يعني. الفيديو الجاي هعمل لكم، ممكن اقول لكم اسعار تلاجات توشيبا وشارب، او اعمل لكم اسعار البوتاجازات عموما يعني.
الدور اللي فوق كله بوتاجازات. خلينا في البوتاجازات، يعني الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم اسعار البوتاجازات وشركه ال جي يا جماعه غيرت الاسعار، علت الاسعار تاني بعد ما قلنا شابوه ليها اللي هي رخصت الاسعار، لا علته تاني. واقول لكم اسعار الديب فريزر برضو اللي هي الادراج والصندوق. بس ما تنسوناش بقى من دعمكم، يعني دعم كده، عمل اشتراك في القناه، عمل لايك، كومنت حلو، ومشاركه للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.